انا بحب اغني قوي يا لميس. ده بجد حاسس ان صوتي حلو. بتحب تغني؟ محتاج حد يكتشفني. ايوه يعني ده في وانت بتاخد شاور وكده ولا عموما؟ لا عموما. عموما. طب بص عيش حياتك. لا لا غني بص اعمل اللي انت عايزه. غني عيش حياتك. اعتبرني انا ست احلام كاننا في ذا فويس هنا واعمل اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه كله. بس ليه بتكلميني بتهجن كده الاول؟ لا مش تهجن. لا مش قصدي ده. انا العفو. تريق عليا ولا ايه؟ لا لا ده صوتك شكله رائع. انا صوتي وحش ولا ايه؟ طب ما تسمعنا. ايه ما انا عايز اغني لكم اول رمضان. نكتشف ده دلوقتي. هتغني اغاني رمضان؟ رمضان جانا اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان. حلو كده؟ شفت العربه؟ شفت السحبه بتاعتها دي؟ عود اللي زي عود العسل. فظيعه. عود الكراميل. طب اقول لك حاجه ثانيه؟ يا ريت. وحوي يا وحوي ايوه وكمان وحوي ايوه وكمان وحوي وكمان يوحى. طب وكمان وحوي. طب ما عندكش حاجه ثانيه يمكن صوت يعني؟ احنا فاضيين معاك اهو ده. طيب يدينا حاجه ثانيه. صوت حلو يعني. هقول لك دلوقتي. اديني حاجه ثالثه يمكن يكون في امل. يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. بص هقول لك على حاجه. ما تهزريش يا لميس بقى. لا هقول لك بس. صوت حلو. ايه رايك؟ بص انت كلك حلو. حد يقدر يقول لك حاجه؟ بس هقول لك على حاجه يعني. انسى بقى الموضوع. طب سمعتي بنشطين وميه مني؟ طب اسمع. انا اسمعها منك يمكن. بنشطين وميه عشقتكم عينيا يا غاليين عليا يا الاسكندرية يا غاليين عليا. ايه رأيك؟ علاقة بقى بين شطين ومية برمضان وباللي احنا فيه يعني؟ ايه ايه العلاقة بكل؟ حبيت اوريكي اطلعك على البحر كمان وانت تطلع من الحواري بتاعت الحي الشعبي اللي احنا فيه. على البحر. على البحر في رمضان. ايه رأيك؟ حاجة جديدة تبقى تختلف. انا شايفة بص لا انت صرف نظر والله العظيم. انت الاكل زي الفل. كينج منطقتك يعني. قلت اغير اقرك برا الموت. عايز تغير. انت عايزه تقتلي موهبي ولا ايه؟ لا مش عايزه اقتل موهبك يعني. بس ممكن تعمل اي حاجه تانية يعني. بتموت الطموح اللي جواك؟ لا طبعا. لا لا مال إيه؟ احنا معاك. اسمعك يا سلام. طب تيجي نلعب لعبه بقى بس قبل الهوا عشان الناس بس ايه صايمه وكده يعني. قبل الهوا اغني لك؟ ماشي. انا بيني وبينك. طب تيجي نلعب لعبه؟ تعالى نلعب لعبه معلومات رمضانيه. يلا ايه بقى؟ وانا اللي هبدا. ابدا. كل واحد يقول معلومه للتاني. حلو. وانا اللي هبدا. جاهزه؟ جاهز. يلا بينا. يا ستي أول حاجة يا ستي، أول معلومة أقولها لك. قول. أنت عارفة فنلندا أكتر دولة بتصوم السنة دي؟ عدد ساعات الصيام. أيوة. 23 ساعة وخمس دقايق. يا نهار. بيفطروا وبتسحروا في نفس الوقت. تصدق يعني هم تقريبا بيفطروا بس ساعة إلا خمس دقايق. ده صحيح وجبة واحدة. دي حلوة والله. بيحطوا يحطوا الفطار ويقوموا الفطار ويحطوا السحور. ليه يحطوا هو نفس القعده؟ 23 ساعه وخمس دقايق. وجبه واحده. وجبه واحده. منها فطار ومنها سحور. يوفروا يوفروا عشان الفيلم. ده حلو قوي. طب مين بقى؟ ايه رايك في المعلومه دي؟ والله حلوه جدا. طب استنى انا هاخد منك معلومات ثانيه. احسن من الاغاني؟ شكلك جامد جدا. تصدق؟ عندك انت معلومه؟ لا انا عايزه منك معلومه ثانيه. مين اقل دوله؟ تعرف مين؟ نيوزيلندا. عارفه نيوزيلندا؟ طبعا. مده الصيام 11 ساعه ونص. الله حلو. انا بقى كحسن بفكر اعمل ايه. هسافر فنلندا